وقبل كده قلت لكم فايلر بيألف وألف، واللي بيألف لازم يبقى فيه عقاب. ممكن تمشي معاك في الدوري ماتش اتنين تلاتة، انت بقالك تلات اربع ماتشات يا عم فايلر بتألف، والنهارده يعني ابدعت في قمه التأليف بقى. يعني نادي الزمالك كان عنده تحفظات ولسه جاي من بطوله وسفر وكان في اجهاد واضح على مش ده الزمالك اللي لعب الترجي. يعني الزمالك النهارده اللي بيلعب هو الزمالك اللي لعب قدام الترجي؟ لا، وده طبيعي. طبيعي، بتلعب الترجي وبتلعب الاهلي. لازم اعمل كده ولازم اهدى، وكان في ثقه. الثقه دي جت من ماتش الترجي، ثقه الزمالك في مباراه الاهلي النهارده، الزمالك ما كانش بيبقى عنده الثقه دي في مباراه الاهلي. انا عارف انا بقول لكم ايه. ان اللعيبه تهدى، اللعيبه تهدى. وفرجاني النهارده لعيب تقيل، فرجاني ساسي وبيبان في المباراه التقيله. في تقل في الملعب، طارق حامد في تقل في الملعب، محمود علاء في تقل، في لعيبه تقيله في الملعب. النهارده لم يظهر اشرف بن شرقي بمستواه، اوباما لم يظهر بمستواه، لعيبه كتير، بس البطوله بتداري. البطوله لما بتاخد بطوله محدش بيجيب سيره الكلام ده. هتقعد تقول بقى هناك قالوا بادجي ضيع، قالوا ده تشكيل النادي الاهلي اللي انفردنا بيه امبارح كوبي بيست. امبارح قلت لكم رغم ان فايلر صعب جدا تلقطه في التشكيل، او صعب ان انت تقول هيلعب بكره بمين، لكن التشكيل ده ما تعرفش تنزل لنا بتاعت امبارح؟ ماشي، هي هي. طيب ماشي، نفس التشكيل اللي احنا قلناه امبارح وانفردنا بيه. الشناوي، معلول، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم النهارده عمل مباراه رائعه. هو ده ياسر ابراهيم اللي انا اعرفه. ده ياسر ابراهيم اللي انا اعرفه. تيجي بقى نخش بقى على محمد هاني. محمد هاني، احمد فتحي فين؟ ماتشاته ماشي. ادي اول تأليفه. خش بقى تحت بقى هنا، قفشه، جيرالدو ماشي، جيرالدو الشحات اجاي ايه؟ الراجل ألف والله. ما ينفعش يبقى عندي لعيب بقيمه وليد سليمان وما لعبوش يا جماعه. دي ماتشات وليد سليمان. انا بقول لكم بس التأليف. يعني دي ماتشات وليد سليمان. النهارده اجاي انت شفته مش موافق في الشوط الاولاني في راس حربه وتايه، اغير. عشان كده بقول لكم فايلر ألف، واللي يألف يتعاقب، وهو تعاقب النهارده قدام جماهير النادي الاهلي الكبيره اللي كانت موجوده في استاد محمد بن زايد. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لنادي الزمالك السوبر الافريقي، مبروك لنادي الزمالك السوبر المصري. وزي ما قلت لكم انقاذ موسم كبير جدا لنادي الزمالك ونتائجه في الدوري. خلاص لعيبه عوضت جماهيرها.